والله احنا نشوفه هنا اجينا ونسيتنا هنا صارت يعني وتشوف المعنويات مال الشباب هنا والاجواء بعينك اذا تروح تقدم تباع هنا وان شاء الله نفوز على المنتخب الايراني ان شاء الله صالحنا هذا ان شاء الله ان شاء الله شيء اكيد واحنا لازم عندنا حماس لان ضد نلعب ضد ايران لان اولا متأذين يعني احنا بسببهم يعني من نلعب ونغلبهم نرتاح نفسيا شويه. يعني ما اقدر اوصفهم ان شاء الله الفرحه الاقوى ان نخلص من هاي الحكومه اللي هنا كلهم شلع كلام نريدهم والله لان هي اقوى لعبه يعني احنا وايران وهي على مستوى انه كاس العالم باعتباره ولعبه مصيريه وان شاء الله دائما الفوز العراقيين. اليوم طبعا الفرحه بفرحتين، الفرحه الاولى الشعب العراقي اثنين والحكومه واحد، الحكومه هي من الحكومه ايرانيه وهاي الفرحه باع اليوم مليونيه وباكر العشائر راح تساند المتظاهرين وتصير مظاهره مليونيه باكر وباكر نريد من الشعب ومن قناتكم ان شاء الله نريد الشعب كله يطلع باكر لان هو باكر اخر يوم هذا لهم باكر. والله هذه المباراة يعني حقيقة مباراة مصيرية وخصوصا ضد منتخب ايران ان شاء الله هذا هدف فرحة عراقية وهاي نار باوع
هناك التحرير والعراقيين ابطال، منتخبنا والله ابطال خصوصا ضد ايران، لان ايران شوفتنا المر يعني خلت الحكومه يعني مالتنا تبعيه لايران. احنا نقول خل عندكم وطنيه. مختصر مختصر، مثل ما سحلت الحكومه مالتنا وخلتهم يصير كذا، ان شاء الله نسحلهم ولا وان شاء الله الفوز للعراق. بدايه نهنئ الشعب العراقي بهذا الفوز العظيم، وان شاء الله القادم افضل بالوصول الى المباراه النهائيه. حقيقه هذه المباراه كانت ليس فقط في الرياضه او فقط، وانما تدخل في السياسه او في فريق منافس لهذه البطوله، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. هاي الفرحة ما تنصف، أريد أقول لأمهات الشهداء، الأباء الشهداء، هاي جزء بسيط رد لكم إياها منتخبنا الوطني، هاي والله العظيم من أجل الجول ما أعرف شو أسوي، الشهداء جوا ببالنا ونقول لهم للحكومة بعدنا رافعين العلم العراقي، وأبسط شيء من 2007 ما أحد فرحنا، بس ذول فرحونا جابوا لنا الفوز وانتصر. الله اكبر عليهم، واحنا طالعين سلميه كل شيء ما بدينا، وهذا جزء بسيط لاهل الشهداء. Milan.
بداية نبارك للشعب العراقي بهذا الفوز. والقضية الثانية أهنى الشعب العراقي باستعادة الهوية الوطنية العراقية وقتل الطائفية وقتل الطائفيين الجاثمين على صدور الشعب العراقي. الطائفيين الذين عملوا لمدة 16 سنة على تقسيم الشعب العراقي وبلحظة وبليلة وضحاها أصبح الشعب العراقي أو استعاد هويته الوطنية العراقية. أوجه كلامي أولا إلى القضاء العراقي أن لا يكون مع ما تسمى بالحكومة العراقية التي أسقطت من قبل الشعب العراقي، وكررها أسقطت من قبل الشعب العراقي. والرسالة الثانية إلى الشعوب، أولا نحن ليس لنا عداء مع الشعب الإيراني، لاحظ ليس لنا عداء مع الشعب الإيراني، إنما نرفض تدخل الحكومات مثل حكومة إيران، ونعم ونرفض تدخل الحكومة الأمريكية بالشعب العراقي. الشعب العراقي حر، الشعب العراقي لم يموت، يمرض ولم يموت. نعم نحن مع الشعوب أينما كانت، ولسنا ضد الشعوب. الهتافات التي تهتف من ساحات التحرير أو من الساحات التظاهر ليس ضد الشعوب، فليعلم الشعب الإيراني وليعلم الشعب الأمريكي، نحن ليس ضد الشعوب، إنما ضد السياسات، سياسات الحكومة، سياسات الحكومات التوسعية والاحتلالية مثل أمريكا وإيران. ونقول لإيران ارفعوا أيديكم، لحكومة إيران ارفعوا أيديكم من العراق، فالعراق أبي، العراق حر، العراق لم يموت، ونترحم على شهدائنا، وكذلك ندعو الله للشفاء لجرحانا والإفراج لمعتقلين والمختطفين. علي رضا
حسين كنعاني رياضيه عاليه. الجمهور لا يهدى يؤازر منتخب بلاده. رجال النساء يتابعون هذه المباراه. دخول مجاني كان لملعب عمان الدولي. كره طويله طالت الكره على اللاعب مادي طارمي الى رميه تماس لمنتخبنا. سبحان الله، يعني هدفين واحنا منتصرين. الإيراني يعني إيراني. وهاي إيران مو بس مرة ما نريد نعرف شلع. إيران شلع قلع من الرئيسي. سني وشيعي واحد إحنا. ماكو سني وشيعي. هذا أخويا سني وأنا شيعي. ماكو واحد حبيبي. ماكو عراق واحد. للخضراء انتصار. الناس الثاني وين؟ بالخضراء. والله شلع. عاش العراق. ألف مبروك للشعب العراقي والمتظاهرين، وهاي نهدي الفرحة الفوز على المنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني، المنتخب العراقي فاز على المنتخب الإيراني بالضغط من المتظاهرين والأهداف أهدوهم للشهداء وللجرحى وجميع المنتخب العراقي أبطال وأدوا عليهم. وشكرا لكل الكادر في المنتخب العراقي، وشكرا للمتظاهرين والقصامدين حد ما تسقط الدولة الفاسدة. والله هاي الفرحة أبد ما تنوصف. وشكرا للشعب العراقي المتكاتف ويا يعني متكاتف بعضه البعض. وشكرا لهذا الفريق الجميل اللي يعني عايش العالم الفرحة الجميلة. وهاي الجماهير يعني فرحة ما تنوصف أبد. والله هي صارت منافسة بالحقيقة، يعني منافسة كلش قوية، لأن التحدي مو بس المباراة، يعني مباراة وسياسة. أي ولهذا شوف الشعب كله فرحان ويد وحدة، وإن شاء الله منتصرين.
اليوم انت تشوف هاي الاجواء، يعني اجواء الحقيقه لا توصف، في ظل ساحه حقيقه اذا اريد اوصفها الحكومه ما لها اي سلطه بيها للاسف. ومع هذا لحد اليوم مكافحه الشعب تضرب علينا من جهه ساحه الخلاني. الفرحه اليوم العراقيه فول، وان شاء الله نفرح بتحرير الخضراء، نطب لهم غير كفيلك العباس، وابطينا شهداء، طينا جرحى، والحمد لله والشكر العالم هسه حاليا موجوده وما حد يرجع له، كل شيء متوفر، كل شيء متوفر حاليا هنا، والفرحه العراقيه يعني ما له وصف، والله ما له وصف، الفرحه العراقيه ما له وصف. هاي الحمد لله ان شاء الله نطب الخضراء وبحيل الله بجهود هاي الشباب.
هاي الفرحه وبعد فرحه، وان شاء الله يوم النصر لكل الشباب وشهدائنا والاخوان والاماتنا وامهات الشهداء والوطن، ان شاء الله يا رب يكون بخير، وان شاء الله هاي الكتله السياسيه الفاسده ان شاء الله خلص من عتها، وان شاء الله العراق بخير يا رب. اليوم ولا اروع منها، ان شاء الله نريد الفرحه الجايه بالخضراء، هذا انتصارنا الكبير ان شاء الله، ونستأصل هاي الجرثومه الخبيثه اللي حكمتنا من 2003 لحد الان، ان شاء الله هاي الفرحه مستمره وباكر راح تكمل بالخضراء باذن الله تعالى. العراق في طريقه الى التغيير، العراق في طريقه الى التغيير ان شاء الله. وين ابو العدس؟ وينه؟ وين يجي للتحرير؟